شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الحوت بشهر تشرين الثاني نوفمبر من عام 2019؟ عزيزي الحوت لازم تصبر ببداية الشهر ولا تاريخ 20 تقريبا، ما تزعل مني، هاي الأفلاك هيك بتقول، لأنه هي معاكسة شوي، بتتحدث عن وعكة صحية أو عن ضرورة الخضوع لعملية جراحية ربما، مش أكيد ومش كل مواليد الحوت طبعا. هالشي بيرتب عليك بعض التفاصيل الصغيرة والإجراءات الضرورية لإبعاد شبح المرض أو الحوادث. ميركور المتراجع لتاريخ 21 بيعرقل بعض المفاوضات والاتصالات، بولد لك شوية فوضى يا عزيزي بمستندات تحتاجها أو أوراق تبحث عنها. دور لتاريخ 20 حتى تتبلور الأمور، تتصاعد الظروف. كوكب مارس يلي عاكسك بصير حليفك ابتداء من الآن، إذا هيدا شيء كتير منيح لألك. تتقدم بخطى ثابتة وواثقة وبمهارة يشهد لها بس بالأيام العشرة الأخيرة من الشهر، مثل ما قلت لك يمكن ترافع بمكان أو تحاضر أو تشرح أفكارك ودوافعك وأهدافك بجاذبية تفتح قدامك الأبواب، يعني اللي حطل على الناس وتحكي وتلفت الأنظار طبعا إذا كانت هيدي مهمتك. هالفترة مثلى حتى تتقدم بطلباتك، عم بحكي عن آخر 10 أيام، وبتحدث تغييرات بتحلم فيها وبتجرؤ على التعبير عن مكنونات نفسك، سواء تعلقت بشأن شخصي أو مهني أو بشأن عام. بتطرح على نفسك أسئلة كتيرة، بتدور براسك أفكار متناقضة، يمكن تعيد النظر ببعض القرارات وتحاسب نفسك على بعض الأخطاء. تتحدث الأفلاك كمان عن إمكان تغيير الأجواء أو مكان الإقامة بالعمل أو عن رحيل ما وترك مكان أو الانفصال عن بعض الأشخاص أو عن بعض الجهات. تبحث بعقد يا عزيزي، بتقيم صلات جديدة، تتحاور مع بعض الجهات الغريبة أو الأجنبية، بتوضع شروطك أو بتصغي أنت لشروطها. بالحب بتعيش شغف كبير بهالشهر، يمكن تروح مع الحبيب للقاء خارج المنطقة العادية أو تسافر مع الزوج والشريك بمهمة مشتركة، بتكون الأجواء صافية وعذبة. تتحدث الأفلاك كمان عن ارتباط أو زواج إذا كنت عازب، أو عن خطوبة بتعقدها بهالفترة، أو عن تحضير لزفاف ومناسبة سعيدة. الحياة الاجتماعية تبدو مميزة كمان، لكن بعض مواليد الحوت بيعانوا من مناورة وبتمارس عليهم بعض الاحتكاكات أو بعض الزبزبات، يمكن ينفصلوا عن بعض الأصدقاء بعد ما يكشفوا القناع عنه وبيأسفوا لثقة أولوهم إياها وما كانوا بيستهلوها. بكل الأحوال في تغيير بيعيشه مولود الحوت بهالشهر، سواء على الصعيد الشخصي أم على الصعيد المهني. ربما تنتقل إلى مكان إقامة جديد أو حتى إلى بلد آخر، أو بتشتري عقار أو بتفكر بتغيير منزلك. يمكن يحركك غرام بيطرأ من النظرة الأولى وبيحتم عليك قرار مصيري ما كنت عم بتفكر فيه بأول السنة.